السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. أنا محمد عليوة. الفيديو بتاع النهاردة ممكن يكون غريب شوية من عنوانه. هنتكلم فيه عن توصيل الكمبيوتر بالإنترنت من خلال الهاتف. طبعا بتحس هنا أن الآية معكوسة، ولكن الحاجة دي بنحتاجها في كتير من الأوقات. في كتير من أجهزة الكمبيوتر بتكون لا تدعم الواي فاي، وكتير كمان من الأحيان بعد تنزيل ويندوز بنلاقي اللابتوب مش بيشغل واي فاي، ومحتاجين أن احنا ننزل مجموعة من التعريفات، ولأي سبب من الأسباب ممكن ما يكونش متوفر راوتر في المكان، فمحتاج أنك توصل الجهاز بالإنترنت على وجه السرعة. لذلك هنتكلم النهاردة عن طريقة التوصيل. طبعا لو الجهاز بيدعم الواي فاي فأنت هتعمل نقطة اتصال من الهاتف الخاص بيك للكمبيوتر وتربط ما بينهم بدون أي مشاكل وبدون الحاجة للفيديو بتاع النهاردة. طيب لو الجهاز اللي عندي لا يدعم الواي فاي ومش قادر أن أنا أوصله، أو لسه ما قدرتش أن أنا أعرف الواي فاي، فهل في طريقة تانية للتوصيل؟ في طريقة تانية وسهلة جدا 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 من خلالها تقدر توصل الكمبيوتر بالواي فاي أو بالإنترنت الخاص بالموبايل. تقدر توصله من خلال البيانات، ولكن لازم تكون حريص جدا، لان طبعا البيانات احنا عارفين ان سرعتها عاليه ولكن كمان تكلفتها عاليه. فبمجرد التوصيل مهم جدا انك تكون قفلت كل التحديثات، لان ممكن الكمبيوتر في خلال دقائق معدوده يسحب كذا جيجا من غير ما تحس. ودلوقتي هنبدا مع بعض عمليه التوصيل بكل سهوله. طبعا ده بيكون من خلال كابل الشحن العادي بتوصله في الكمبيوتر الخاص بيك وبتوصله بالهاتف. طبعا بمجرد توصيل الكابل بين التليفون والكمبيوتر بيتم التوصيل على طريقة نقل البيانات. بيبدأ نقل البيانات العادي جدا، التوصيل العادي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. لو ركزنا دلوقتي على شاشة الكمبيوتر، لو بصينا دلوقتي على ماي كمبيوتر هنلاقي التليفون ظهر معانا، نقدر ان احنا نوصل لكل البيانات اللي موجودة معاه بكل سهولة زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طيب احنا دلوقتي عايزين نحول التوصيل من التوصيل بالشكل ده لتوصيل انترنت. طيب اول حاجة احنا دلوقتي ظاهر عندنا الراوتر ان هو شغال، هنبدأ ان احنا نطفي الراوتر الموجود عندنا خالص بحيث يتم قطع الاتصال من خلال الراوتر بشكل كلي. زي ما لاحظنا دلوقتي تم قطع الاتصال من خلال الراوتر تماما. دلوقتي بقى ايه اللي هنعمله؟ كل بنعمله زي ما هنشوف دلوقتي على شاشة التليفون، هتروح للضبط الخاص بالتليفون الخاص بيك، هتروح للإعدادات أو للضبط، وهتروح لحاجة اسمها الاتصالات، ومن الاتصالات في حاجة اسمها نقطة اتصال الهواتف والتقييد، ومن التقييد في حاجة اسمها اتصال USB. هتدوس عليه كده هتلاقي أول حاجة هتلاحظها هنا كده إن تم اختفاء الاتصال الخاص بالتليفون، اتشال من هنا مبقاش موجود، وهيبدأ الجهاز بتاعك ان هو يعمل عملية اتصال. طبعا دلوقتي ظهر لك علامة تعجب هنا كده عشان مفيش اتصال من الهاتف. كل اللي بتعمله انك بتسحب وتفتح بقى البيانات وتبدأ انك تشتغل على الهاتف الخاص بك. بمجرد تشغيل البيانات هيبدأ عملية الاتصال وهتتشال علامة التعجب الموجودة هنا بالشكل ده كده، وتقدر انك تتصفح المواقع وتشوف كل اللي انت محتاجه من على الانترنت من خلال الهاتف الخاص بك بدون الحاجة لفتح بيانات او فتح اي شيء تقدر انك توصله. زي ما ظهر معانا دلوقتي تبدأ البيانات تقدر تتحرك من خلال تصفح المواقع اللي انت محتاجها من خلال بيانات الهاتف الاندرويد. وبكده هنكون وصلنا لنهاية فيديو بسيط جدا، سهل جدا، ولكنه مفيد جدا لأي واحد حابب ان هو يوصل جهاز الخاص عنده، جهاز الكمبيوتر بالاندرويد، عشان يقدر ان هو يستفيد من الباقة اللي موجودة مع التليفون في عمل اي مهمة. ولكن خليك حريص جدا ان باقات الانترنت على الموبايل بتكون سريعة جدا ولكن بتكون مكلفة جدا، فاستعمل الحاجة دي لما تكون محتاجها بس. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله. كان معكم محمد عليوة، وانتظروني ان شاء الله مع مزيد من الفيديوهات الممتعة. دمتم في رعاية الله.